يا كل هالعالم في دار تختصر عالم وقالب وصفها العالم دبي كوكب آخر دبي كوكب آخر على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح الخاطر على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح الخاطر هلا يا كل هالعالم في دار تختصر عالم وقالب وصفها العالم دبي كوكب آخر فهالقلوب نلتقي اليوم الأستاذ أحمد سعد الحبسي مؤسس شركة مسكني. أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا وسهلا أختي حياكم الله. شكرا لتواجدك معنا اليوم. والله أنا اللي أشكركم على استضافتي ببرنامجكم المتميز. بالبداية نحن حابين نعرف مين الأستاذ أحمد. طيب أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وياكم أحمد سعد الحبسي مؤسس شركة مسكني حاصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية تخصص علاقات دولية بتقدير امتياز كاتب ومؤلف لثلاث إصدارات حاصل على شهادة مدير الابتكار من مؤسسة الابتكار العالمية وهذا باختصار عن أحمد الحبسي. كيف كانت بدايات الشركة؟ كيف كان بداية التأسيس؟ الموقع؟ طيب شركة مسكني بدت لما كنت أكتب إصداري الرابع. وقت ما أنا أكتب وأبحث في المحتوى الإصدار الرابع وقفت وقفة تأملية عند مئوية الإمارات 2071 وبالأخص المحور الثالث اللي هو اقتصاد معرفي متنوع. بذاك الوقت وأنا كنت أقرأ في هذا المحور وأتعمق فيه كان عندي مشكلة شخصية. المشكلة هذه كانت ما تواجهني أنا فقط كانت تواجه جميع اللي حولي في مجال البناء في مجال استكمال بيت العمر. المشكلة هذه أو خلنا نقول التحدي هذا مع النظرة والمعرفة اللي أخذتها من المحور ومحتوى المحور خلقت عندي فرصة تجارية. الفرصة التجارية هي كانت سنة 2020 إنشاء في عقلي فكرة تطبيق مسكن. طبعا كأي مشروع يحتاج مراحل للإنجاز. أول مرحلة كانت اختيار فريق العمل. كنت أعمل على أن يكون فريق إماراتي متكامل مختصين بكفاءة عالية وكذلك باقي الكادر كانوا بكفاءة وقدرة على العمل على التطبيق. بعد ذلك قمنا بدراسة احتياجات السوق واحتياجات المنازل وبالأخص أصحاب المنازل اللي هم عند مثل ما تقول عندنا ستاندر معين في المنازل. ولله الحمد تم اطلاق منصه متكامله مرنه تخدم كافه احتياجاتنا اللي هو تطبيق مسكني من شهر. شو هي الخدمات اللي بتقدمها تطبيق مسكني؟ طيب خدماتنا كثيره ومتنوعه. اولا نبدأ في نقل الأثاث. تطبيق مسكني يوفر خدمة نقل الأثاث بأسعار متنوعة. أيضا اليوم من مش محتاج يركب كاميرات نوفر خدمة تركيب الكاميرات بأنواعها المختلفة. أيضا في طلبات معينة ممكن المتعاملين يطلبونها كذلك نوفر خدمة تركيب المحركات فتح الأبواب كذلك مظلات السيارات الخارجية وأيضا فلاتر المياه للخزانات السقف وأيضا للمطابخ وكذلك أيضا نوفر
تحويل المنزل إلى نظام ذكي كامل من الإنارة، من المكيفات، من النظام الصوتي الكامل، وأيضا نوفر نظام الانتركوم الخارجي إنه الجرس المرئي. والحين داخلين على شتاء، وفي عندنا خدمة تركيب شراء وتركيب اللي هم المجالس والخيم. هذه صارت جزء أساسي من كل بيت. الخدمات الموجودة من التطبيق مسكني الآن هم 23 خدمة من أصل 50 خدمة، ونأمل إن شاء الله على أن نزيدهم أكثر. طيب، تطبيق مسكني وفر عدد كبير مثل ما قلت لك 23 خدمة منصة واحدة مجال البناء، وهذا الشيء مش موجود في أي تطبيق ثاني. كذلك نحن ما نعطي أو نسلم المتعامل للمورد ونتركه، لا، احنا نتابع الطلب من أول تقديمه إلى أن ينتهي الطلب بمتابعة الإنجاز وربطها بنسب الدفع. يعني ما راح يخلص يتقدم المتعامل الطلب الا هو ضامن نضمن له تقديم الجوده الكامله، وايضا نضمن له توفير الوقت والجهد. والان قاعدين نعمل على انه يكون في دفع بالاقساط. يعني شخص ما عنده قدره يركب كاميرات بالمبلغ كامل ممكن يعمل على تقسيط المبلغ ويتم تركيب الكاميرات له. العملاء يتعامل معهم. طيب، احنا اول شيء، اول عامل رئيسي عندنا جودة تقديم الخدمة. الجودة هي اهم معيار عندنا، الجودة، الكفاءة، وايضا نوفر للشخص الوقت والجهد. فتقديم الخدمة، متابعة، يعني لو نقارن بين العملية بدون التطبيق والتطبيق، راح نلاقي ان في وقت مهدر للشخص انه يسير ويدور ويغمر على محلات كثيرة، ياخذ من وقت الشخصي ووقت عمله، جهد راح يبذله، وراح تتفاوت عند المعلومات من اللي عنده جودة، من اللي عنده سعر، من اللي عنده. فأنا وفرت له وضمنت له كل هالأمور في الابليكيشن. سيد أحمد، شو هي نظرتك المستقبلية لهذا المشروع؟ والله احنا نطمح ونعمل جاهدين على أن يكون تطبيق مسكني هو الاختيار الأول لكل من يحتاج شيء في المنزله، يكون الاختيار الأول في قطاع البناء، وكذلك أنه يكون التطبيق الرائد في مجاله. ونعمل جاهدين أيضا على أن يكون تطبيق مسكني ذو أثر على النظام الاقتصادي العالمي، وهذا استراتيجية طويلة المدى. من بداية المشوار لهلا بمشروعك، أكيد في صعوبات وتحديات واجهتها، وأكيد في أشخاص كانوا داعمين لك. طبعاً كل مشروع فيه تحديات ومخاطر وصعوبات، لكن دائماً أنا أسترشد مقولة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، عندما قال: أكبر مخاطرة ألا تخاطر. فدائماً أواجه المخاطر والتحديات اللي عندي وأسترشد بالمقولة هذه. المشروع مرت عليه تحديات كثيرة. أولها كان أن رأس المال فردي، مما جعل المشروع يأخذ وقت أطول من المشاريع الثانية. وكذلك اختيار فريق العمل، فريق العمل اختيارهم تخصصاتهم كان يحتاج مجهود مني وأيضا من اللي تشكلوا بالفريق. وأيضا مرحلة التسويق كان فيها صعوبات وتحديات، لكن في النهاية كل هالتحديات وكل هالصعوبات قدرنا نتغلب عليها والحمد لله. واشكر المهندس بدر الحبسي، المهندس عبد الله الحبسي، وايضا المهندس ناصر الحاجر، وفريق عمل مسكني، وبمجهودهم. لان العمل ما يتم بجودة الا بمجهودهم. فشكر لهم، والقادم افضل،
إنجازاتهم ترجع شخصي يفتخرون فيها شخصيا. وكذلك نشكر مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب على الخدمات الإلكترونية السهلة اللي قدمونا إياها، وأيضا على سهولة استخراج الرخصة التجارية. بدولة الإمارات العربية المتحدة في مستوى عالي من الأمن والأمان والاستقرار، فالأشخاص ما بيحققوا أحلامهم، رجال الأعمال بيبلشوا البزنس لهم بطريقة ناجحة. فمن حضرتك ممكن توجه كلمة للإمارات وللحكام والشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة؟ كلمة ممكن ما تكفيهم، يعني إحنا لو بنتكلم عن دولة الإمارات ممكن نقعد طول عمرنا إحنا نشكر ونتكلم فيها. دولة الإمارات وفرت لنا بيئة خصبة للاستثمار، بيئة خصمة للتجارة، وفرت لنا كثير من التسهيلات والأبواب للاستثمار وللتطوير ولبناء الذات. أكيد نعمة الأمن والأمان نعمة لا تقدر بثمن، والحمد لله دولة الإمارات فيها أمن وأمان تعتبر بأعلى المقاييس العالمية. ومن هالمنطلق أشكر حكومة دولة الإمارات والشيوخ دولة الإمارات على رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وباقي حكام الإمارات. نكمل حلقتنا معكم أعزائي المشاهدين مع السيد علي أحد الأشخاص بشركة مسكني. حياكم الله وشرفتونا. وياكم علي قاسم، تنفيذي مطور عمال في مسكني. احنا في مسكني نقدم العديد من الخدمات للمستهلكين، اللي هي السلايدنج جيت موتور، السكيورتي سيستم، السي سي تي في، الووتر فلتريشن، نكون بعد كليننج سيرفيس وعديد من الخدمات الاخرى. واحنا كذلك من الخدمات اللي نقدمها في مسكني احنا نتابع مع المستهلك اللي هو توصيل المنتج، نضمن لتوصيل المنتج وتركيب المنتج والمتابعة والتنسيق بين مقدم الخدمة والمستهلك. إن شاء الله نتمنى من الجميع يقوم بتحميل تطبيق مسكني ويعطونا رأيهم بخصوص الخدمات اللي نقدمها. كيف الأشخاص فيهم يتواصلوا مع حضرتكم مع الشركة؟ طبعا احنا عندنا الابلكيشن، الموقع الابلكيشن موجود على تطبيق الابل ستور والاندرويد، وكذلك عندنا موقعنا الخاص، وعندنا ايضا الكاستمر سيرفيس اللي هو الاتصال الهاتفي او الواتساب. شكرا كثير لك لتواجدك معنا اليوم سيد احمد. من فريق عملنا بنتمنى لك كل التوفيق والنجاح والتطور باذن الله. شكرا لكم، شكرا كثير لجهودك تواجدك معنا. جزاكم الله خير، مشكورين. أعزائي المشاهدين شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم، إن شاء الله نلقاكم بحلقة جديدة مع قصة نجاح جديدة. يا كل هالعالم في دار تختصر عالم وقالب وصفها العالم دبي كوكب آخر، دبي كوكب آخر. على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر، لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح الخاطر. على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر،
لكم يا ضيوف دار الحي سلام يشرح الخاطر. هلا يا